الإصحاف التلفزيوني. سور القرآن. سورة النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرشون سورة النحل. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 16 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت النحل لحديثها الدقيق عن مملكة النحل وبديع الله في خلقه. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة، منها 3 آيات مدنية، نزلت بالمدينة المنورة. ترتيب نزولها. هي 70 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 128، عدد الكلمات 1845، عدد الحروف 7642. المحكم والمنسوخ من آياتها. الآيات المحكمة 123، الآيات المنسوخة 5. مواضيعها. تناولت السورة موضوع العقيدة الأساسي وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته والوحي والبعث والنشور، ونددت بالمشركين، وأوضحت أن شريعة الإسلام قائمة على أصول دين إبراهيم عليه السلام، وأشادت السورة بالقرآن الكريم وأبطلت ادعاءات المكذبين، كما عددت بعض نعم الله على عباده من الزرع والضرع والأنعام والبحار والزوج والولد، وذمت السورة أولئك الذين يخشون أن يولد لهم إناث، وأكدت على أوامر الله بالعدل والإحسان والمواساة والوفاء بالعهد واجتناب الفحشاء والمنكر، وبينت أن باب التوبة مفتوح للتائبين، وختمت بكلام الله سبحانه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حول الدعوة، وأوصته بالصبر وعدم اليأس. المصحف التلفزيوني. سورة البقرة. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. سفر الملوك الأول. سفر الملوك الأول. اسم الكاتب. النبي إرمي عليه السلام. تاريخ ومكان الكتابة. كتب بينما كان الهيكل الأول قائما. عدد الإصحاحات والآيات. عدد الإصحاحات 21، عدد الآيات 816 آية. ترتيبه. والسفر 11 من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس.
غرض الكتابة المقارنة بين من يعيشون لله ومن يرفضون ذلك من خلال تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا. الشخصيات الرئيسة: داود، سليمان، رحبعام، يربعام، إيليا، أخآب، إيزابل، يهوشافاط، بنيامين. الأماكن الرئيسة: شكيم، دان، بيت إيل، ترسا، راموت، جلعاد. الموضوع: يتحدث الفصل الأول عن المملكة المتحدة التي اعتلى سليمان عرشها وقضى على كل المعارضين فيها، كما يذكر كيف أن زوجاته الأثنيات قدنه إلى عبادة الأوثان، بينما يتحدث الفصل الثاني عن المملكة المنقسمة نتيجة ثورة الأسباط الشمالية، حيث تكونت أمتان منفصلتان عانتا نتائج مأساوية بسبب الملوك الأشرار. المصحف التلفزيوني. سورة القمر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ظاهرة الاحتباس الحراري. يتألف الغلاف الجوي من غاز النيتروجين ومن غاز الأكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وغازات أخرى أيضا كثيرة. ولو أن أي مقدار من المقادير زاد أو نقص لاختلت الحياة على وجه الأرض. ما هو الاحتباس الحراري؟ أي إن حرارة الأرض محبوسة داخل الغلاف الجوي وتزيد من معدل درجات الحرارة، بما يهدد التوازن البيئي وينذر بالكوارث الطبيعية وبهلاك الإنسان والحياة. من إحدى الزيادات غاز الكربون في الغلاف الجوي تجاوزت الحدود المسموحة بها، وهي زيادة خطيرة لم تحدث من قبل على وجه الأرض، وهذا طبعا بسبب التلوث وبسبب النفايات الصناعية والنفايات النووية وبسبب إهمال الإنسان لبيئته وعدم حفاظه عليها. اليوم أكثر من 500 عالم في مؤتمر البيئة الذي عقد في باريس في العام 2007 قد أطلقوا نداء استغاثة، لكن القرآن قد أطلقه قبل 14 قرنا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. المصحف التلفزيوني. سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. سورة الطارق.
ترتيبها بالمصحف الشريف؟ هي سورة 86 ترتيبا. سبب تسميتها؟ سميت الطارق بالقسم بالسماء وبالطارق في أول السورة. تاريخ ومكان نزولها؟ مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها؟ هي 36 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف؟ عدد الآيات 17، عدد الكلمات 61، عدد الحروف 249. المحكم والمنسوخ من آياتها؟ المحكم 16، المنسوخ 1. مواضيعها؟ بعد القسم تحدثت السورة عن النجوم التي تبدو فيها أروع مظاهر عظمة الله في إبداع الكون. ذكرت أن كل إنسان عليه حافظ من الملائكة يسجل عليه فعله خيره وشره، لذلك يجدر بالإنسان أن يعتبر وينتبه لنفسه وسلوكه. تحكي السورة عن تكوين الإنسان الذي نشأ في ظلمات الرحم من نطفة لا يؤبه لها، فإذا بها بقدرة الله تتقلب من شكل لآخر. تذكر يوم الحشر والحساب الذي هو موعد تتكشف فيه النوايا، فليس ثمة نصير أو معين. تتحدث عن القرآن الكريم الذي هو قول حق وفصل، وأن ما فيه من وعد ووعيد حاصل وأكيد، وأن من يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم سيؤخذ أخذ قوة من الله عز وجل. المصحف التلفزيوني. بطاقة الآية 65 من سورة آل عمران. موقعها الجزء الثالث، الحزب السادس، الربع الثالث والعشرون. موضوعها إثبات نبوة إبراهيم عليه السلام. عدد كلماتها 17 كلمة. زمن نزولها، نزلت في المدينة المنورة بعد الهجرة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ المصحف التلفزيوني. حدثنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبعة أوامر أمر بها النبي كلها خير. سبع أوامر أمر بها النبي
كلها خير. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم. المصحف التلفزيوني. سورة البقرة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الناسخ والمنسوخ. نسخ رد شهادة القاذف إذا تاب. كان العرب في الجاهلية يتهاورون في نعت نسائهم سوءا وقذف بعضهم بالزنا بكثرة انتشاره في مجتمعهم، ولما جاء الإسلام محرما لهذه العادات ومحذرا الرجال من خطورة اتهام بعضهم البعض بها نزلت الآية الكريمة. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقد استمر هذا الحكم في حق منتهكي أعراض الناس فترة من الزمن ليكون رادعا لهم ولأمثالهم، فلما علم الناس خطورة القذف وصاروا يحتاطون فيه نسخ الله هذا التشديد وفتح باب التوبة للمتورطين فيه ورد لهم اعتبارهم وحقهم في الشهادة بقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. المصحف التلفزيوني. قصص الأنبياء. سورة
سورة العنكبوت. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. نبي الله نوح عليه السلام. نبي الله نوح أرسله الله إلى الناس يدعوهم إلى توحيده تعالى وترك عبادة الأصنام، لكن قومه أنكروا رسالته وآذوا القلة القليلة التي آمنت به. فلما أصروا على تكذيبهم وعنادهم أوحى الله إليه أن يصنع سفينة كبيرة وأمره أن يدخلها مع المؤمنين ويدخل فيها زوجين من كل نوع من الحيوان، وجعل له علامة لركوبها فورانة النور بيته بالماء. لما رأى نوح عليه السلام فورانة النور نفذ ما أمر به، وأرسل الله على قومه طوفانا عظيما فأغرقهم، ونجى الله نوحا ومن كان معه بالسفينة. المصحف التلفزيوني. فكان قاب قوسين أو أدنى. إن الرسول لنور يصطدى به مهند من سيوف الله مسلول. صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ، إلى العرش والكرسي أحمد قدنا ونورهما من نوره يتلألأ. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوئ، إلى العرش والكرسي أحمد قدنا ونورهما من نوره يتلألأ. أخي الله يا من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ، أنلناك في الدنيا على الرسل رفعة، وكم لك من جاه إلى الحشر مخبأ.